إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن بعض الأمور مثل مخاطر السمنة. السمنة تعتبر عامل مشترك في الأمراض التالية، وهي تزيد في نسبة الإصابة بهذه الأمراض في سن مبكرة، مثل مرض السكر، ارتفاع ضغط الدم، أيضا ارتفاع مستويات الدهون في الدم وما يصاحبه من تصلب في الشرايين والإصابة بالذبحة الصدرية، أيضا أمراض المرورات، أيضا أمراض خشونة المفاصل، وأمراض في تشوهات في الجسم بسبب حجم الجلد وتمدد الجلد من الضروري الالتزام بخطة مستقبلية مع أخصائي التغذية والسمنة، مع أخصائي السمنة أيضا والطبيب، والتشخيص هذه الأمراض مبكرا للعلاج، وعمل حمية تقضي على هذه السمنة، حمية علمية يعني تحت منهج كامل غير ضار للجسم. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.